إذن ضمن دروس العلوم الفيزيائية لمستوى الجذع المشترك العلمي، مادة العلوم الفيزيائية، درس اليوم هو الموصلات الأومية لكونديكتور أوميك. في هذا المثال لدينا لوحة إلكترونية بها عدة موصلات، وتحمل هذه الموصلات ألوان، ولدينا موصل على اليمين وموصل آخر هنا. تذكير كتذكير، هذا الدرس يدخل ضمن دروس الكهرباء مثل التيار الكهربائي الذي رأيناه، ودرس التوتر الكهربائي. إذن أولا ثنائيات القطب. كتعريف، ثنائي القطب الكهربائي هو كل مركب كهربائي أو تجميع مركبات كهربائية تحتوي على مربطين. الموصل الأومي، كتعريف الموصل الأومي هو أيضا مركبة إلكترونية. إذن ثنائيات القطب هي التي تحتوي على مربطين أو قطبين، مثل العمود أو بطارية هي أيضا ثنائية القطب، وكذلك التلفاز فهي ثنائية القطب من ثنائيات القطب، رغم أن بها عدة مركبات إلكترونية. إذا كتعريف الموصل الأومي، الموصل الأومي ثنائي القطب غير نشيط يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة R، وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الأوم، ونرمز لها بأوميغا. إذا كمثال من بين الأشياء التي رأينا في المستويات السابقة، قانون أوم، مثل هذا الموصل الأومي له مقاومة R يمكن تحديدها من خلال هذه التجربة. إذا التجربة تحتاج إلى الدارة الكهربائية التالية: عمود قابل للضبط، جهاز فولتمتر، جهاز أمبيرمتر. إذا نحتاج إلى جهاز فولتمتر، جهاز أمبيرمتر. جهاز الفولتمتر هو المركب بالأزرق مباشرة مع المولد، مولد التيار، وكذلك جهاز الأمبيرمتر المركب على التوالي مع الموصل الأومي. إذا الموصل الأومي هو اللي عندنا في الأزرق. إذا في هذه الحالة لدينا شدة التيار هي 0.08 أمبير، والتوتر هو 2.96، يعني 3. وهذه القيم سنسجلها، سنسجل قيمة التوتر وسنسجل قيمة شدة التيار التي يعطي لنا الجهاز الأمبير. ثم نغير، غيرنا الآن وجدنا 0.17 أمبير، ووجدنا 0.9 أو 6 مباشرة. إذا 5.96 هي 6 مباشرة. إذا ثم نسجلها في جدول، هنا 9 تقابلها 0.26 أمبير. نجمع المعلومات في جدول هو هذا. يمكن تحويلها إلى مبيان إما باستعمال برنامج إكسل أو برنامج آخر مثل أوبن أوفيس الموجود في لينكس، وكذلك يمكن إذا كما سنلاحظ الآن، يمكن أن نحن اعتمدنا على أوبن أوفيس، فيه برنامج يشبه الإكسل، هو مثل الإكسل ديال مايكروسوفت، فقط هو مجاني. إذا لدينا الآن هي القيم وضعناها، ثم نحولها إلى ميبيان ديسبيرسيون، ثم إكس وإيكغيك، ثم نأخذ اختيار. إذا سنحصل على ميبيان، وهذا الميبيان ندير له نسخ ثم نضعه في الوثيقة ديالنا. نلاحظ أن هذا خطية، وبالتالي لها تشبه فهي مستقيم، وبالتالي لها العامل الموجه أو المعامل الموجه. المعامل الموجه هو الذي يمثل لنا المقاومة. يتناسب التوتر بين مربطي موصل أومي اضطرادا مع شدة التيار. إذا هنا قانون أوم، التيار الذي يمر في الموصل الأومي يحقق العلاقة التالية: توتر U A B يساوي R في E. إذا كملحوظات، مجموعة من الملحوظات التي سنسرد هنا، يمكن التعبير عن قانون أوم بطريقة أخرى، وهي أن E شدة التيار تساوي التوتر على R، وبالتالي عندنا E تساوي واحد القيمة في U. إذا القيمة هي الجي، والجي نضعها هي شنو هي؟ واحد على R. إذا الجي هي واحد على R، والجي عندها اسم. إذا ولا الموصل الأومي كيتميز بجوج الحوايج. إذا مواصلة الموصل الأومي هي اللي كنعبروا عليها بالجي، ووحدتها سيمنس، وعندنا R هي المقاومة اللي كنعبروا عليها بأوم. إذا عندنا جوج ديال الحوايج، مع العلم أن المقاومة هي المقلوب ديال المواصلة والعكس. في اصطلاح المستقبل، التوتر U وشدة التيار لهما نفس المنحى، عفوا لهما منحيان متعاكسان. مقاومة سلك فلزي طوله L ومساحته مقطعه هي S. إذا هنا سنأخذ هذا المثال، سنضع يعني قلم الرصاص، ونأخذ المادة الموجودة في الوسط وهي موصلة، وسنلاحظ بأن مقاومتها تتغير بتغيير الطول. إذا مثلا هنا كمية كبيرة من هذه المادة، سنقرب منها
وسنضع بين مربطي اوم متر وسيسجل لنا المقاومة، ونلاحظ بأنها تنقص كلما نقصت المسافة، نقص الطول ال، وبالتالي سنتوصل إلى هذه العلاقة على أن المقاومة تتناسب اضطرادا مع طول المقطع وتتناسب عكسيا مع مساحة مقطع، بحيث أنه المقاومة مقاومية ووحدتها وحدتها أوم متر. إذن هذه المقاومية اللي غنرمزوا لها ب رو تتعلق بنوعية السلك وتسمى مقاومة السلك ويعبر عنها بالأوم متر. نعم، إذن مثلا النحاس له قيمة مختلفة عن الحديد، عن أي موصل. إذن الموصلات كلها، مثلا السلك من النحاس أو النحاس بطبيعته 1.7 × 10⁻⁸ أوم متر، وبالنسبة للحديد 9.6 × 10⁻⁸ أوم متر. ننتقل الآن إلى تجميع الموصلات الأومية. إذا تجميع عفوا بأنك تجميع على التوازي وتجميع على التوالي. إذا تجميع على التوالي، إذا نعتبر موصلين. إذا الدراسة النظرية، في هذه الدراسة نعتبر موصلين أوميين مقاومتهما R1 و R2 مركبين طبعا الحال على التوالي، لكن كم تساوي R إكيفالون يعني المقاومة المكافئة. إذا مقاومة الموصل الأومي، إذا الذين كما تلاحظون موصلين مركبين على التوالي يكافئان موصل واحد. إذا حسب قانون أوم، U سي بي تساوي R1 في E، و U AC تساوي R2 في E، و U AB تساوي R تساوي المقاومة المكافئة في E. وحسب قانون إضافية التوترات أن التوترات تجمع بالنسبة الموصلات المركبة على التوالي، لدينا التوتر ديال الموصل الأول زائد التوتر ديال الموصل الثاني كيساوي التوتر ديالهما معا. إذن إضافية التوترات، ونعيد كتابة UCB كتساوي R1E و EAB تساوي R2E، ثم سنحصل على العلاقة الموجودة عندنا بالأصفر، وهي أن R يعني المقاومة المكافئة تساوي مقاومة الموصل الثاني زائد مقاومة الموصل الأول. الآن ننتقل إلى هذا المثال. إذا كانت R تساوي مثلا R1 تساوي 10 مثلا، إذا كانت R1 تساوي 10 و R2 تساوي حتى هي تساوي 10، إذا يعني المقاومة الأولى تساوي 10 والثانية تساوي 10، هذا كيعني بأن المقاومة المكافئة تساوي 20 أوم. إذا 20 أوم، إذا نظرا لتطبيق العلاقة التالية أن R المكافئة تساوي 20 تساوي 10 زائد 10 تساوي 20، وهذه العلاقة. إذا نظريا وجدنا هذه العلاقة. الآن غادي ندوزو للتجريبيا. إذا تجريبيا يعني خصنا نعتبرو دابا الآن خصنا نعتبرو نعتبرو موصلين أوميين معا، ونضعهما في بين 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 مربطي أوم متر لتحديد قيمة كل مقاومة. إذا الدراسة التجريبية باستعمال جهاز أوم متر نقوم بقياس R1 و R2 و R المكافئة و R إكيفال. في هذا المثال الذي رأينا فيه R1 تساوي 10، أما عادة نحن لا نأخذ 10، إذا نأخذ هذه التجربة في هذا المثال. إذا لدينا المقاومة الأولى قيمتها R تساوي 100، R1 تساوي 0.103 كيلو أوم، اللي هي 100 أوم، 103 أوم. إذا احنا خدينا تقريبا إما ناخذوا هذه القيم هذه أو ناخذوا القيم التي تم قياسها. القيم التي تم قياسها بالضبط هي 103، وسنرى بأننا عندما سنقوم بقياسها في المرة الثانية يعني عند حالة التوازن، عندما يكون في التوازن سنلاحظ. إذا الآن سنقوم بقياس مقاومة المجموع، إذا مقاومة موصلين مركبين على التوالي، ونلاحظ بأنها 205 206، يعني أن 103 زائد 103 وبالتالي هي 106. إذا هذا يعني بأن المقاومة المكافئة هي مجموع المقاومتين ديال R1 و R2. إذا توصلنا إلى العلاقة التي تم إيجادها في الحالة أو في الدراسة النظرية. إذا من الآن لقينا R إكيفالون سوى R1 زائد R2. الآن سنمر إلى
إلى خلاصة أن المقاومة المكافئة هي مجموع مقاومتين الموصلين مركبين على التوالي. إذا هذا هو المثال، عندنا مقاومتين مركبتين على التوالي، وهذه هي R، هي المقاومة المكافئة. وتعميما لهذا الأمر، ما يكونش عندنا جوج مقاومة، يمكن يكونوا ثلاثة أربعة الموصلات، خمسة ستة. إذا في هذه الحالة خصنا نديروا المجموع. إذا بصفة عامة، مركبة المحصل عليها هي تساوي مجموع المركبات صلة الصوم، إذا من إي كتساوي إن، من إي تساوي واحد حتى إي تساوي إن ديال إر إي. إذا هو موصل أومي. إذا مجموع موصلات مركبة على التوالي فهو موصل أومي. شحال المقاومة ديالو؟ هي إر إيكيفالون اللي كتساوي المجموع ديال المقاومات. وشحال المواصلة ديالو؟ هي المقلوب ديال المواصلة ديالو، كتساوي المجموع ديال المقلوب ديال المواصلات ديال كل موصل أومي. الآن التجميع على التوازي. إذا الدراسة النظرية، إذا نعتبر موصلين أوميين مقاومتهما على التوالي R1 وR2 مركبين على التوازي. فيما يخص هذه الطريقة النظرية، سنعتمد فقط على الحساب وعلى قانون أوم، وبطبيعة الحال على استعمال قانون العقد. إذا نعتبر أن R مقاومة الموصل الأومي المكافئ. نلاحظ الرسم، هناك R1 وR2 على التوازي تكافئ R إيكيفالون، إذا U AB. بتطبيق قانون العقد في النقطة A، هاي عندنا النقطة A كتبان لنا، وكتبان لنا كذلك النقطة A في الجهة مكافئة، وعندنا النقطة B هي عقدة عندها E تساوي E1 زائد E2، أي مجموع التوترات أو مجموع التيارات الخارجة من العقدة تساوي شدة التيار الداخلة إليها. إذا مع أن E1 تساوي U1 على R1، و E2 تساوي U2 على R2، ثم E تساوي UAB على R إيكيفالون. وكنلاحظوا بأن بما أنهما على التوازي فلهما أو بين مربطيهما نفس التوتر، إذا UAB تساوي E1، U1 تساوي U2، وبذلك العلاقة السابقة تصبح كما يلي: أن UAB على RE تساوي UAB على R1 تساوي UAB على R2، لأن نفس التوتر. وبالتالي سنعمل ب UAB في العلاقة الأولى، نعوض E و E1 و E2 نعوضهما بقيمتهما. بعد الاختزال ب UAB نجد أن 1 على R المكافئة تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، أو بكتابة جي، إذا جي إيكيفالون المكافئة تساوي G1 زائد G2. إذا كخلاصة بسيطة، مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب مقاومتي الموصلين المركبين على التوازي. ثم الآن الدراسة التجريبية. إذا الدراسة التجريبية كما رأينا في ما سبق بأن هناك طريقة لقياس قياس من طبيعة الحال باستعمال جهاز أوم متر، نقوم بقياس R1 وR2 وR إيكيفالون. إذا سنقوم بثلاث قياسات، وبطبيعة الحال القياسات الأولى قمنا بها فيما قبل. هذا مثال فقط، عندنا R1 تساوي 10 وR2 تساوي 10. وإذا أما الآن سنقوم بتجربة بموصلات أخرى. انظر إلى هذا الموصل، فهو موصل أومي، كنلاحظوا الألوان التي يحتوي عليها، وبطبيعة الحال ليست دائما نفس الألوان وليست نفس الشكل، ولكن الآن في هذه التجارب التي نقوم بها الآن نستعمل نفس الموصلات الأومية. إذا لدينا الموصلين المركبين على التوازي R1 وR2، ثم لدينا المقاومة المكافئة هي اللي غنسميها R إيكيفالون. إذا R1 كتساوي 103 أوم، R2 كتساوي 103 أوم، و R إيكيفالون غادي نقوم بحسابها أو بقياسها الآن لأننا في إطار التجربة. نربط الموصلين الأوميين على التوازي كما تلاحظون، ثم سنقوم بقياس هذه المقاومة المكافئة لهما معا باستعمال جهاز الأوم متر. إذا نربط أو نضع مربطي الأوم متر بين A و B اللي عندنا في الرسم. إذا نلاحظ بأن عندنا 52 أوم، إذا هي 0.52 كيلو
كيلو اوم، اذا هي 52 اوم. وبالتالي الان سنقوم بعملية الحساب. اذا سنحسب مقلوب 103 مقلوب يعني ار 1 اللي كيساوي، نحاول نحسبوه. اذا سنجد 0.00972 1، اذا 0.00972 1. اما 1 على 52 يعني 1 على المقاومه المكافئه، سنجد 0.00192 1 9 2 3. اذا هذه هي المجموع، اذا مجموع العدد الاول زائد العدد الثاني كيعطينا العدد الثالث، وبالتالي فواحد على ار ايكيفالون تساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2، وبالتالي هذه العلاقة هي التي تم التوصل إليها نظريا، وبالتالي فهي محققة. إذا جانبيا، إذا لدينا موصلين على التوازي يكافئ موصل واحد. تعميم، إذا وبصفة عامة المقاومة المكافئة لعدة موصلات أومية ذات مقاومات ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 حتى الار ان، فهي شنيا؟ فهي موصل أومي مركبة على التوازي تعطينا العلاقة التالية، أن هذا الموصل المكافئ مقاومته مقلوبها هو مجموع مقلوب المقاومات الأخرى، والمواصلة هي مجموع المواصلات. إذا الآن سنمر إلى شيء آخر وهي المعدلة. إذا المعدلة فهي عبارة عن موصل أومي يتم التحكم في مواصلة في مقاومته. إذا تعريف المعدلة، مركبة كهربائية تتكون من سلك فلزي مكون من أوشابة الحديد والنيكل، ثم يتم تغيير في المقاومة. إذا هذه أيضا معدلة أخرى صغيرة مركبة إلكترونية تستعمل في الأجهزة، إذا يمكن بتحريك هذا الزر تغيير في المقاومة الخروج. إذا سنقوم الآن جانبيا بقياس أو بملاحظة التغيير. إذا المقاومة كلها هي 1 ميجا أوم يعني 1000 كيلو أوم، وبالتالي في الخروج يتغير حسب هذا الزر. إذا يمكن أن نحصل على مقاومة كبيرة مثل هنا، ويمكن أن ندير هذا الزر للحصول على مقاومة أقل. إذا لاحظوا بأنك تنقص المقاومة، إذا حتى تصبح الآن تصبح صفر. إذا وهكذا هناك عدة معدلات بحال هذه اللي شفنا الآن. إذا الآن فين كنستعملوا المعدلات؟ تستعمل المعدلات في مقسم التوتر. إذا ما يكون لدينا توتر كبير كيف يتم ضبطه؟ إذا نستعمله للحصول على منبع قابل للضبط انطلاقا من منبع ثابت. مثلا عندنا 6 فولت وكنا بغينا 3 فولت، بغينا 2 فولت، بغينا أقل. إذا يمكن استعماله في هذه الحالة. إذا نستعمل تركيب مقسم التوتر، ونستعمل لهذا الغرض موصلا أوميا مقاومته قابلة للضبط معدلة بتطبيق هذه التبيانة. إذا كما تلاحظ لديك مولد التيار ثم معدلة. إذا U A B، انظر من A إلى B واش كتساوي؟ كتساوي R من A ل B المقاومة كلها في E، وأما U C B شنو كيساوي؟ R C B في E. إذا كنتيجة سنحصل على إذا الآن توتر الخروج هو UCB. إذا UCB ماذا يساوي؟ يساوي مقاومته اللي هي RCB على المقاومة الكلية اللي هي RAB في UAB. وكتلاحظ إمتى UCB كيساوي UAB؟ كيتساوى ملي كتكون RCB هي RAB. إذا الآن لدينا تجربة أخرى وهي في المختبر معدلة. كيف نربط المعدلة؟ نربط المعدلة على التوازي مع المولد مع خط التيار. اذا لاحظوا فهي تم تركيبها على التوازي، ثم بعد ذلك سيتم قياس توتر الخروج، مع العلم ان توتر الدخول 6 فولت هنا في هذه الحاله. اذا توتر الخروج كتلاحظوا بانه كيتغير
راه غادي كيساوي 5، دابا وصل 4، وإلا نزلنا الزالقة تم تغيير الزالقة إلى الأسفل سنحصل بطبيعة الحال على قيمة أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.